الو يا صابرين. ايوه يا باشا. يا اوفا انا مبسوطه قوي ان احنا كاتبه كتابنا بكره. والله انا كنت شايف ان هو يبقى مع الفرح على طول يبقى احسن. انت بقى اللي شايف ولا امك هي اللي شايفه؟ وامي دخلها ايه دلوقتي؟ يا باشا لا اصل انا حاسه ان هي رافضه وعايز تعمل الاثنين في واحد وتوفر. خلاص يا صابرين خلاص يا صابرين. نتكلم بعدين عشان انا في شغل دلوقتي. نتكلم بعدين. اللي انت عايزاه انا هعمله لك. انا هعملك اللي انت عايزاه. لا ما انت لازم تبقى قاعد مبسوط ولا كمان يوم كاتب الكتاب تبقى قاعد لي مكشر. لا 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 يا يا باشا يا باشا ازاي ده انا مبسوط جدا ده حتى السواق اللي جنبي مبسوط والناس هنا كلها مبسوطه يا باشا. كتر خيرك. ممكن يلا بقى دلوقتي ونتكلم بعدين عشان انا في شغل. خايف احسن يكشفوني يا استاذ، بس الحمد لله ربنا ستر والموضوع عدى على خير. تخيل يا استاذ هلال، اطفال في سن 8 و9 سنين باين في جسمهم اثار تعذيب. الاطفال كده تحسهم مرهقين وتعبانين. يبقى انا شاك في محله. الناس دي بتستغل الاطفال في التسول. لو الموضوع بالشكل ده يبقى لازم المسؤولين عن المهزله دي يتعدموا في ميدان عام. هو انا هسيبهم؟ بص دي صورة تقريبية لنورهان بنت مريم. هو طبعا شكلها اتغير شوية الآن دي. وانت طبعا عايز تعرف منها معلومات عن مريم. بالظبط. خلاص أول ما أوصل لمعلومات هبلغك. Thank you.
عرفت من المذكرات ان مريم مخلفه بنت من يسري دكروري. ده حقيقي، بس يسري كان رافض الجنين ده وطلب منها انها تنزله. وده ما حصلش طبعا. لا طبعا، بعد ما اتطلقت من يسري وصل حملها للشهر الخامس، ولما ما بقاش ينفع بقى انها تخبي بطنها اكتر من كده اختفت عن الاضواء لحد ما تولد. لكن ما كانش في حد واقف جنبها في حملها، وده اللي خلاها تلجأ لامال امها. فعلا، بس هو كان في مشاكل بينها وبين امها، لان امها اساسا كانت رافضه دخولها الوسط الفني. بعتني ليه؟ اخيرا افتكرت ان ليكي ام. انا محتاجه ليك جنبي قوي. مش انت اللي سبت البيت وصممتي تشتغلي في الفن وعادتي عيلتك؟ مالك؟ انا حامل. حامل؟ اخصى عليكي وعلى تربيتك، يا ريت كانت رجلي اتقطعت قبل ما اخط عتبة بيتك. انا متجوزه. متجوزه؟ من غير ما اعرف؟ متجوزه عرفي كمان؟ بس الورقه مش معايا. كان هي رد فعل امال. حست ساعتها بقى ان كان عندها حق في خوف على بنتها من دخول الفن. بس مريم لما وصلت للشهور الاخيره في الحمل ووقت ولادتها، امال بعتت لدكتور تبعها من البلد علشان يجي يولدها في قلب شقتها. زي ما اتفقنا يا دكتور، مش هوصيك. عيب يا ام مريم، ده انت اللي مربيانا. كل اللي كانت بتفكر فيه امال ساعتها ازاي تخلص من البنت. ماما ولد ولا بنت؟ بنت. عايز اشوفها واخدها في حضني. ماتت. بتقولي ايه؟ ازاي؟ طب هي فين؟ وفضلت مريم لمدة 10 سنين تقريبا فاكرة ان بنتها ماتت فعلا، لحد ما امها تعبت بمرض شديد جدا. بس مريم ما سابتهاش، صرفت على علاجها كل اللي معاها، بس ما كانش في حل غير انها تسفرها بره علشان تعمل عملية. عشان كده مريم كانت بتوافق على اي عمل يجي لها. كان لازم تجمع فلوس العملية في اسرع وقت، لدرجة انها استلفت علشان تسفر امها. خلاص يا ماما، انا اتصرفت في فلوس وحجزت لك في مستشفى بره، ودي تذاكر السفر. انت صرفتي عليا كتير قوي يا بنتي، ليه بس التعب ده؟ ما انا عندي ام غيرك. الفترة اللي قعدتها معاكي من ساعة ما جيت عرفت ان انا كنت غلط. ليه بتقولي كده يا ماما؟ سيبيني اقول اللي جوايا. انت وقفتي جنبي وشلتيني على كفوف الراحه، واحده غيرك كانت سبب. وانا عندي كم ام؟ انا في جوايا سر لازم اقولهولك، عشان لو جرالي حاجه وخلصت ذمتي قدام ربنا. بنتك عايشه ما ماتتش. ازاي؟ بعد ما ولدتيها اديتها للدكتور، قلت له ياخدها على البلد. كل اللي كان في نيتي ان اخلص منها، بس حسيت بالذنب. فضلت افكر اوديها فين، ما لقيتش غير اني اوديها مع العيال اللي شبه العيال، محدش يعرف مين أهله. وراحت أمال بالبنت لدار الأيتام، سلمتها هناك وتكفلت بيها، وطلبت من مديرة الدار إنها تكتبها باسمها. قلت جاهزة أعمل حسن تمحي الخطيئة اللي أنت عملتيها. أنا عملت خطيئة؟ أنا كنت فاكرة كده. يعني أنت صدقتي نفسك وكدبتي بنتك؟ أنت
بنتي محرومة من بنتي سيرتي كلها وهي عايشة. غصب عني غصب عني. سامحيني سامحيني حبيبتي. الظرف ده في كل الأوراق اللي تخص بنتك. فضلت مريم تروح الدار بشكل شبه يومي علشان تشوف نورهان. وتقعد معها أطول وقت ممكن. طبعاً كان فات الأوان بقى إنها تقول لحد أو تعترف إن نورهان دي تبقى بنتها. كانت خايفة على نجوميتها لما الناس تعرف فجأة كده ان ليها بنت. ده حقيقي. ده غير خوفها من يسر الدكروري. لحد ما جه يوم قررت فيه مريم انها تواجه نفسها وتواجه الناس كلها وتروح تاخد نورهان من دار الايتام علشان تعيش معاها. اتفاجئت بيهم بيقولوا لها نورهان هربت وسابت الدار. ما انا عارف الكلام ده كانت كاتباه مريم في مذكراتها. بس ليه هي ما حاولتش تدور عليها بعد كده؟ بالعكس ده فضلت تدور عليها في كل حته لحد ما يئست. تعبت نفسيا وجات لي العياده علشان اعالجها. وسيادتك بتسال عن البنت دي ليه؟ لو عملت حاجه قول لي وانا اجيبها لك لحد عندك. شكرا يا حبيبي بس الحقيقه في واحد صاحبي عايز يعرف كل حاجه عنها. هي حاليا بتشتغل في ديسكو واتقبض عليها مرتين اتجار مخدرات. طب ممكن اخد صوره من الملف ده بعد اذنك؟ طبعا يا مندور بيه تحت امرك. نورهان اللي انت بتدور عليها طلعت مسجله. الله، واحده طالعه لا اب ولا ام، عايزه تطلع ايه؟ استاذ الكيمياء؟ الله لك حق. المهم دلوقتي هي لسه شغاله في الديسكو ولا سابته؟ والله طبقا للمعلومات الموجوده في الملف لسه شغاله هناك. طب ما تيجي نروح نشوفها. ايه ده؟ انا هروح ديسكو يا هلال؟ الله، وانا بقولك تعالى نسكر، احنا هنشوفها موجوده ولا لا. حاضر، امر الله. معلش يا حبيبي انا اسفه. تلاش يا ماما تلاش. جرح سطحي والله ما تلاش، الحمد لله. ما قلقش ازاي؟ ما قلقش ازاي وانت المصيبة عماله ترف عليك واحده ورا الثانيه؟ انا عارفه طلعت في طريقك دي ازاي. يا مين يا ماما؟ ادم السعد. أدم النحس عليك. شوف بقالك قد ايه في الداخلية ما جرلكش حتى خدش واحد. يا ماما أنا كنت في بوليس الآداب، هتعور ازاي يعني؟ يا ابني يا حبيبي، ده أنت لما جيت خطبتها نقلوك، ولما نويت تكتب كتابك جاتلك طلقة. أمال لما تنوي تتجوزها هيحصل لك إيه؟ هيفجروك. والله صابرين بتحبك يا ماما. وأنا بقى ما بقبلهاش، لا هي ولا أمها. بشويش 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 يا حبيبتي، بشويش عليك بشويش حبيبي. معلش معلش. تمام يا حمزه. تمام كده. ازيك؟ انت عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي كويسه. والله انت بنت حلال، لسه حالا كنت بشكر فيك. يا سبحان الله، للدرجات القلوب عند بعضها؟ ده انا طول الطريق انا وصابرين مالناش سيره غيرك. كحة مسكاني من الصبح هطلع روحي. يا روحي. طب بقول لك ايه، خد اشربي العصير ده يمكن تطلع. ايه ايه ده؟ عصير ام 3 جنيه ونص؟ اشربي يا امي. قولي بس البعزقه والمصاريف دي كلها. اشربي يا امي. امال عصام ما جاش معاكم ليه؟ ايه؟ معقوله يسيبكم انتوا الاثنين كده تيجوا من غير ما يجي يعني يشوفوا ولا ايه؟ ما ماما ساعات في ناس مستشفيات. انا مش قصدي اي حاجه من الكلام اللي انت بتقوله ده، انا قصدي ان هو ما يسيبهمش هما الاثنين،
يجوا لوحده وما يجيش. مش دي برضو اصول الرجوله ولا انا متهيألي؟ اشرب يا ماما اشرب. مش هشرب. منى انا مالك يا عصام؟ هو انت في حاجه مضايقاك؟ انت لسه صغيره ومش هقدر اقول لك اللي انا حاسس بيه. احكي لي يا عصام، انا مش صغيره. مش انا كل حاجه بحكيها لك؟ انا بحبك وعايزك تبقي مراتي بتاعتي. انا نفسي اي حاجه اطلبها اقولها لك من غير كسوف. عصام انت رحت فين؟ انا اسف ما قدرتش امسك نفسي، مكنتش عايزك تسمعيني وانا منهار كده. انت طيب قوي يا عصام، انا مشفتش حد زيك كده. انا خايف اطلب منك حاجه تفهميني غلط. لا قول كل اللي جواك. ممكن نتكلم فيديو كول نبقى واخدين راحتنا؟ عايز احس انك مراتي. انا مش هقدر اعمل كده يا عصام. انا بعتلك صوره قبل كده عشان ما تزعلش، بس اكتر من كده انا مش هقدر. خلاص خلاص يا منى، انا اسف ان انت شايفاه، انا لازم اقفل. عصام اتبسطتي قوي يا روح امك؟ قوي. وبعدين ما انت عارفه ما انت اتبسطتي كتير قبلي. طب امشي يا بنت من قدامي اللي بوظ لك وشك ده. هي مين دي اللي بوظ لها وشها؟ بس امشي انت دلوقتي. ماهي ايه يا نورهان يا حبيبتي؟ مالك؟ هتفضلي تعملي لي مشاكل كتير ولا ايه؟ ظهر انك حنيت العشت الملاجئ. خلي بالك انا زي ما وقفت جنبك وشغلتك هنا، بكره الصبح ممكن تلاقي نفسك في الملجأ تاني. ركزي وشوفي شغلي. الشنطه دي فيها 50 تذكره، يتوزع كلهم النهارده.